سي ابن ابراهيم، انتم كمسؤول سابق ديال الماليه ديال الحزب، بغيناك تعطينا اولا من مشيتي كي خليتي الميزانيه ديال الحزب، وحاليا تفسرنا شنو هي الوضعيه بعد القرار ديال اكادير. والحمد لله في 2018 التقرير اللي خرج، حنا الحزب الوحيد اللي ولا ملاحظه خرجت، اما الاحزاب الاخرى كلهم عندهم جوج صفحات، اقل اللي عنده صفحه صفحه ونص ملاحظات. باش نقول لكم بان التسيير كان منظم على ثوابت قانونيه. المنيد الحزب خصكم تعرفوا منين كيجيونا لي روسيت، راه هي لا كونتريبيسيون ديال الدوله اللي كتعطي الاحزاب كلها، دونك هي سنويه فيها واحد 12 مليون ديال الدرهم. ومن بعد عندك ديال المؤتمر الوطني اللي حتى الدوله كتساهم فيه. الان هناك مشاكل سياسيه داخليه، من حد الطريق ديال نبغي نذكر ديال مجموعه المستقبل، بان جا الولاده ديال هذه المجموعه هذه كانت المجموعه ديال الشباب اللي كانوا في الحزب من الاول ديالو، واللي اجتمعوا مع بعضهم وداروا وتفاهموا باش يديروا هذا النداء المستقبل. وهادو كان مجموعه ديال الشباب في الاول اللي كانت كتراوح، كانوا عملوا واحد السقف بالنسبه للسن واحد 45 سنه، هما اللي كانوا موقعين في النداء المسؤوليه 45 46 سنه، والناس اللي كانوا قبل اللي رئيسها سي رشيد العبدي، سي مهدي بن سعيد، سي صلوح، اللي كانوا في صحاب الشبيبه، دونك داروا هذا النداء. جا حتى هو كيساندو غيمشي في نفس الطريق في نداء المسؤوليه. كنشوفوا الناس اللي هو يبقى مفتوح، هاد المجموعه هادي مفتوحه، ماشي مفتوحه للجميع، اللي بغى يمشي في هذا النهج هذا مرحبا به. ونداء المسؤوليه حتى هو كنقولوا مزيان، نداء المسؤوليه جا، لكن تيبان ان الطرق تفرقات. هذا التشريع القانوني ديال اللجنه التحضيريه لابد بعدا دابا نعرفوا شنو هي هذه اللجنه التحضيريه. دابا كنهضروا على اللجنه التحضيريه، واش هي اللجنه التوظيفيه ولا هي؟ والنظام الاساسي كيهضر على المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني النظام الاساسي، ونظام الاحزاب لا لواسيو لي بارتي بوليتيك كتحتم علينا نديرو مؤتمر وطني كل 4 سنوات. جا الوقت باش خصو يدار، باش يمكننا نديروه خصنا نديرو لجنه تحضيريه ولا بدا. نعم الشرعيه انا غادي خصني نفسر لك علاش، حيت هذه اللجنه التحضيريه هذه مهمه. هذه اللجنه التحضيريه مهمه خصها تكون هي لجنة المؤتمر الوطني. هو كان غلط كنسميوه تحضيريه. لا هو تيطعنوا في الشرعيه. لا حيت كيطعنوا، حيت كاين اللي ما عطيش المفهوم ديالها. خصنا نفهموا شنو هي المفهوم ديالها. واش تنتخبوا وهي ما عندهاش شرعيه قانونيه؟ ودابا حنا كنهضروا هذاك، شوف لجنة تحضيريه الاعضاء ديالها انتخبوا من المجلس الوطني. الرئاسه بالك. لا خلينا من الرئاسه، دابا انتخبوا، دابا ولات مستقله. سي سمير كودار هو رئيس شرعي. دابا وقع المشكل في نظركم، واش شرعي؟ النظر ديالي شرعي 100%، وانا نقول لكم علاش. علاش شرعي؟ حيت اللجنه التحضيريه خصنا نحضريه مستقله، كتقول لك هي اللي كتنتخب الرئيس ديالها، بعكس الامين العام اللي المجلس الوطني هو اللي كينتخبه. الا كانت هي اللي عندها السلطه باش تنتخب هذا، خصنا نمشيو للجلسه اللي فيها الانتخاب. وقع المشكل، شكون غيسير هذه الجلسه؟ جا الاقتراح وتفاهم، وجا السيد حكيم الشماس ماشي كأمين عام، كشخص وعضو في اللجنه باش يسيرها، وكان اتفاق ضمني، ودخلنا الجلسه وبدينا على عندهم شريطات تتبين على ان كانت هناك خروقات. شوف الخروقات ما كانش، اللي كان في الاول ما بقاش توافق، ودزنا للصندوق باش ندوزوا للصندوق. وقال المشكل واش التصويت علني ولا سري. ناض جوج مجموعات كانوا مفرقين وسط الجلسة وسط الاجتماع، مجموعة ناض كلشي كيغوت، مجموعة كتغوت وكتقول لك علاني، ومجموعة ديك الساعة كانت الفوضى، والسي حكيم كمسير ما رفعش الجلسة، بقى كمال ما كاين مشكل. قال لك تفضلوا، تفاهمنا على حسب القانون نمشيو على العلني. مشينا على العلني، والعلني باش نقول لكم على العلني شنو فيه، فيه الوقوف، فيه كيفاش تصويت، سواء رفع اليد سوى الوقوف. نعم. عند بقى أكادير. لا خليني نكمل لك على هذه الجلسة حيت هذه مهمة. جا سي دونك تقدم سي كودار، الناس كلهم وقفوا. هذا الحق
التصويت كل شيء وقف. الان مطلوب من الحزب من كثير شيء من ذاك اللجنه ديال الخماسيه اللي فيها الامناء السابقين. شوف هذه اللجنه هذه والسيد الامين العام خصهم ياخذوا ويفهموا بان هذه ولات مشروع قبل ما كانت الشرعيه على حسبهم وينوضوا. هذاك النداء المسؤوليه رحبنا به ومزيان انا شفتو، ولكن راه هي مسؤوليه خصهم يكملوا المسؤوليه ديالهم، ما خصهاش يوقف دابا، خصهم يزيدوا القدام.